الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة الأفاضل، أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسة الجامعة. بحي المحمدي الكبير، نشكركم على حضوركم معنا وتشريفنا في هذه المناسبة، حيث نحتفل باختتام الموسم الدراسي 2018-2019 كما جرت العادة، احتفاء بأطفالنا وتلامذتنا، وكذلك للتواصل بشكل مباشر مع الآباء والأولياء وعدد من الشركاء، خاصة الذين نعتمد عليهم في عدد من المناسبات حملات تأسيسية مثل إبرو والسأف سأم. Un réel plaisir de prendre part en tant que partenaire de cette fête de fin d'année organisée par le groupe scolaire Les Jeunes Talents. Une fin d'année qui s'est concrétisée par la signature d'un partenariat entre le cabinet de formation et de coaching Montpellier. الحمد لله سنة دراسية ناجحة، توجناها بواحد العرس ختامي بمشاركة مع مؤسسة إبلو ومؤسسة السيفسام اللي انضمناها في نادي القضات اللي كاين في صرابة. الحمد لله الآباء وأولياء الأمور جد مسرورين بالنتائج اللي توصلوا لها وليداتهم مع نهاية السنة الدراسية. شكرا جزيلا لك.